جددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الطرفان بمناسبة عيد الفطر. وتركزت المواجهات الأعنف قرب القصر الجمهوري والقيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم وحي البركة شرق العاصمة. وقد تبادل الطرفان المسؤولية عن خرق الهدنة التي كان من المقرر لها أن تستمر خلال أيام عيد الفطر الثلاث. وقتل 6 أشخاص في مدينة أم درمان جراء سقوط قذيفة اليوم السبت. نقابة أطباء السودان أكدت خروج 56 مستشفى قريبا من مناطق الاشتباكات عن الخدمة في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى، وقالت إن 6 عربات إسعاف تعرضت للاعتداء من قبل القوات المتحاربة في حين لم يسمح لغيرها بالمرور لنقل المرضى. أما الهلال الأحمر السوداني فقال إن الوضع الصحي في حالة سيئة جداً، وناشد أطراف النزاع بفتح ممرات آمنة، فيما بدأت دول عربية وأجنبية بتنفيذ خطط إجلاء عاجلة لرعاياها ولبعثاتها الدبلوماسية. نقابة أطباء السودان قالت إن عمليات إجلاء إلى جانب من البلاد تؤكد فشل وقف إطلاق النار، فيما ناشدت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف القتال الدامي. ومنذ أسبوع قتل أكثر من 400 شخص وجرح الآلاف في الاشتباكات المتواصلة، فيما فشل الآلاف من النزوح بعيداً عن مناطق المواجهات المسلحة. أرحب معي هنا في الاستوديو بالكاتب والإعلامي السوداني أستاذ خالد العيسر، وكذلك معي من هنا في لندن عبر سكايب القيادي في الجبهة الوطنية العريضة السيد هشام أبو ريدة. واسمح لي أن أبدأ معك سيد هشام أبو ريدة، هل يمكن لوم أحد الطرفين عن فشل هدنة العيد وتجدد الاشتباكات؟ لماذا انهارت الهدنة؟ طيب مرحبا بك ومرحبا بكل المتابعين. وحقيقة أصلا إذا كان هنالك ضمانات لهذه الهدنة لما قامت هذه الحرب من الأول؟ لأنه نحن قد كررنا هذا الأمر كثيرا بأنه هذه حرب، الحرب عندما هنالك أطراف هم من يديرونها في الخطا، فبكل تأكيد الذين هم في أرض المعركة هم لا يملكون التحكم في انه متى توقف هذه الحرب ام لا. فهذا السيناريو بالنسبه لنا في الجبهه الوطنيه العريضه قلناها كثيرا، يعني انه ولكن مع ذلك هناك معركه تدور وهناك طرفان يتقاتلان ووافقا امس على هدنه خلال ايام العيد انهارت. هل يمكن القول ان الطرفين يتقاسمان المسؤوليه مناصفه عن انهيارها؟ هذه ليست المرة الأولى التي يعني لم يلتزموا فيها الطرفين بهذه الهدنة، وأكيد الاثنين هما مسؤولين عن كل هذه الجرائم التي تقع على عاتق الشعب السوداني، لأنه الآن الضحايا هم الشعب السوداني وليس المتقاتلين، لأنهم هم يتخذون الشعب الآن كدروع بشرية في هذه المعركة. فمن باب أولى إذا كان هنالك عراق فهنالك السوء لهذا العراق. طيب ابقى معي سيد هشام أبو ريدة. أستاذ خالد، الهدنة اليوم لابد أن طرف ما هو الذي بدأ، لا يمكن أن الاثنين يطلقوا النار بنفس اللحظة. بمتابعاتك هل يمكن فعلا تقصي والتأكد ممن قام بخرق هذه الهدنة في أكثر أيام السنة بركة، أيام العيد التي يريد الناس فيها أن يفرحوا؟ تحية لك ولضيفك الكريم الأخ هشام وكل مستمعيكم الكرام، وكل عام أنتم بخير والرحمة والمغفرة للشهداء. بالنظر إلى الواقع الأمني المعقد الآن على الأرض، من الصعب جدا التكهن بمن هو الذي يخترق هذه الهدن ويبدأ بإطلاق النار، ولكن بدراسة الواقع الأمني لكل طرف الأقرب إلى عملية اختراق الهدن هذه وتجاوزها هو الدعم السريع، فقط لفرضية أن الدعم السريع الاتصال ما بين القيادات وغرفة القيادة التي ضربت من أول يوم هي خلقت هو كبيرة بين المنتشرين في الشوارع وبين القيادات العسكرية التي تقرر ما إذا كان ستتخذ هدنة أم لا. معظم هذه القوات انتشرت في الطرقات في الخرطوم أصبحت كجزر معزولة ليست لديها وسيلة تواصل فيما بينها، وبالتالي حتى إذا قررت هدنة لا تملك جهة الفرصة لكي توصل هذه القرار لكل منتسبي الدعم السريع. ولكن المعارك اليوم خاصة في العاصمة السودان، قبل قليل القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قالت بأن مدينة جياد الصناعية في الخرطوم قد تم تحريرها من المتمردين،
هل هذا يعني بأنه أيضاً القوات المسلحة ما زالت تطارد هؤلاء على الرغم من وجود هدنة؟ هي ما زالت تطارد هؤلاء، ولكن حتى عندما نتحدث عن قضية مدينة جياد هناك مغالطات كبيرة جداً وهالة إعلامية مشوشة من العديد من الجهات. ما حجم هذه المدينة الصناعية؟ أولاً المدينة الصناعية هي إنتاج عريض. جياد تنتج من السيارات للدبابات للصواريخ للمدرعات لكل شيء، فلا يمكن ولا يعقل أن تكون في بقعة جغرافية محددة. هذا والزخيرة ومصانع المتفجرات هي تنتج أكثر من 65 منتج على حسب متابعتي، من السيارة إلى الدبابة إلى المدرع إلى الصواريخ إلى الطيارات الريموت كنترول حسب أنا أعلنت سبق أن أعلنت ذلك. وبالتالي هذه الرقعة لا تمثل مدينة جياد الصناعية كلها ولا منتجات جياد التي تتصل. إذن أين تتركز المعارك؟ لأنه خالد اليوم صباحا أيضا الدعم السريع ادعى بأنه سيطر على التصنيع الحربي. ما فهمنا يعني ماذا يقصد بالتصنيع الحربي؟ هل يقصد مصانع التصنيع داخل مدينة جياد؟ التصنيع الحربي يمتد من أقصى شمال السودان إلى مدن مختلفة جدا في السودان. يعني هناك من ينتج زخيرة وينتج طلقة وينتج طلقة دبابة ومدرعة وصاروخ، هي منتشرة بطول البلاد وعرضها. وبالتالي أنا كما أسلفت لك التحديد والتخصيص هنا أصبح قضية تتصل بالحرب الإعلامية من كل طرف، ولكن التعميم وكأنما تقول أن الجيش احتلت الجيش السوداني أو سيطرت على الجيش السوداني، بينما الجيش السوداني هو وحدات. حتى لو أنت دخلت القيادة وحدث أن حدثت اختراقات ودخلت إلى بعض المناطق الدعم السريع، ولكن لم تغي في سيرة الجيش. الآن في ميزان، وإحنا لا نناقش في التحليل العسكري اليومي، لكن في ميزان توزع هذه القوى، قوى الدعم السريع وقوات الجيش السوداني. خالد أنت يعني من، لا أدري أنت من الخرطوم؟ أنا من كل السودان. طيب مدينة الخرطوم المعروف بأن الدعم السريع متواجد في قيادة قريب من المطار، مبنى الدعم السريع الكبير جدا قريب من المطار في القيادة العامة، لكن ماذا يمثل في الطرف المقابل؟ المواقع التي يسيطر عليها الجيش السوداني ويدير منها معركته ضد الدعم السريع في العاصمة. هو الجيش السوداني لديه أكثر من موقع يدير منه معركته، حتى المدرعات قسم في جنوب الخرطوم، حتى في هناك العديد من القوى، السلاح الطبي الذي هو أيضا جزء من العملية الحربية، القيادة العامة، سلاح الطيران، هذه منتشرة على طول البلاد وعرضها. كثير من الفرق جاءت من خارج الخرطوم، الهجانة وما إلى ذلك من قوى جاءت من الولايات خارج الخرطوم، وهي أيضا تدير عمليات العسكرية بغرف متحركة. لا يعني لا يمكن القول أن، ولكن هناك هيئة قيادة في المؤسسة العسكرية. والسودان ربما فائد على كثيرين أن هذه الحرب تدار من متحركات في الشوارع، خاصة على قضية الغصف، هي تدار حتى بالطيارات المسيرة وتدار بالأغمار الصناعية كذا. يعني الجيش السوداني لديه طيارات مسيرة الآن؟ لديه طيارات مسيرات، نعم. أصلا هي معظم هذه المعارك الرأس الرمحي فيها المسيرات والطيران. طيب أستاذ هشام أبو ريدة، هناك اليوم تصريحات لمسؤولين وسطى منهم الوساطة، وساطة جنوب السودان، تحدثت عن ارتباطات سياسية لطرفي الصراع الآن اللذان يتقاتلان. ما هو برأيكم فعلا الطرف السياسي الذي يمكن لومه لاستمرار هذه المعارك وعدم القيام بوساطة بين الطرفين؟ نحن أيضا قد أشرنا كثيرا إنه القوات المسلحة السودانية هذا النظام منذ انقلابه المشؤوم عمل على إضعاف الجيش وعمل على أن يخلق هنالك قوة تحارب أو تدافع عن الوطن نيابة عنه. فكانت هنالك في السابق قبل أن يتم تقنين القوات الجنجويد اللي هي فترة لاحق سميت بالدعم السريع من خلال إجازته في برلمان البشير، كان هنالك الدفاع الشعبي، وهذا الدفاع الشعبي كان يحارب الوكالة عن الجيش. فهؤلاء طبعا عندما سطوا على هذه السلطة أولا قاموا بإضعاف الجيش وقاموا بتفريغه تماما، وإضافة لذلك الذين لا ينضمون أو لا يؤمنون بهذا المشروع، مشروع هؤلاء الذين يعني انقلبوا على الشرعية في 1989 يتم إحالتهم للمعاش. وهؤلاء هل هم في صف البرهان أم في صف حميدتي؟ بكل تأكيد هم في صف البرهان، وأصلاً حميدتي أصلاً هو جزء من كان جزء من البرهان، لأنه هذا. طيب لكن من يعني إذا كانوا في صف البرهان، يعني هل يمكن اعتبار أن حميدتي الآن هو الذي يمثل الديمقراطية؟
أنا لا أتحدث عن حميدتي، نحن هذه الثورة عزيز عندما قامت في 2018 هذه الثورة قامت على أن يرجع الجيش إلى سكناته وكذلك أن يتم حل الميليشيات. حتى نحن في الجبهة الوطنية العريضة عملنا على هذا الأمر وعدلنا قانون لإعادة هيكلة القوات النظامية وأن تكون عقيدتها عقيدة وطنية ليست عقيدة هي. لا لكن سؤالي محدد، إذا كان البرهان يمثل النظام السابق والآن حمدتي يقاتله، يعني هل حمدتي يمثل النظام الجديد ويدافع عن دمج القوات هو الدعم السريع بالجيش؟ المعلوم بأنه هو الذي رفض أن تدمج هذه القوات بعد عامين وفق الاتفاق الإطاري الأخير. الآن إذا أنت متابع للشأن السوداني، حميدتي هنالك لديه تصريحات، هو الآن يحارب في مجموعة الإسلامويين الريدقلانية اللي هو التي يتحدث عنها، مما يعني بأنه حتى أشار كثيرا بأنه الذين يديرون هذه الحرب حتى باسم الجيش ليس هو الجيش حقيقي، إنما هو مجموعة من كتائب الظل ومجموعة من الأمن وغيرها من القوات التي تدفع للنظام وظلت تقتل في شعب السودان. طيب نسمع رأي ضيفي هنا. خالد ما رأيك؟ يعني التصريح كان لافتا اليوم، مقرر وساطة جنوب السودان أن يقول أن طرفي النزاع لهما امتدادات سياسية، يعني هناك أطراف سياسية هي ربما بشكل غير مباشر غذت هذا النزاع. أنا طبعا بالتأكيد وأقول لك من معرفة عميقة جدا، صحيح أنه هناك ارتباطات سياسية هي التي هذه تجليات الصراعات السياسية الغير منظورة، وربما هي منظورة في الواقع ومعلومة للجميع، وهي الخلاف السياسي الذي تأطر في شكل الاتفاق الإطاري المبني على وثيقة المحامين التي أعلنتها قوى إعلان الحرية والتغيير وتولت البعثة الأممية. ما الذي يدفع مبعوث أممي ابتعث للسودان بموجب قرار من مجلس الأمن لكي يصطف إلى مجموع فئة قليلة ويدعو الاجتماع في فندق السلام روتانا في الخرطوم، يدعو كل القوى السياسية التي شاركت في التغيير، فتأتي إلى هذا الاجتماع كل القوى السياسية وهو يشرف على هذا الاجتماع ويغيب طرف واحد صغير داخل هذه المكونات السودانية، وإذا به يحمل أوراقه ويغادر المبعوث الأممي يغادر لأن هناك طرف واحد صغير لم يأتي إلى الاجتماع. ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن هذا المبعوث يعني حازل طرف وتوج ذلك بمشروع الاتفاق الإطاري. تقصد الحرية والتغيير؟ أنا أقصد فولكر بيريتس، أنا أقصد المبعوث الأممي. وبالتالي أنا أستغرب جدا حتى من حديث الأخ هشام، لماذا الانحياز لطرف؟ نحن الآن نريد أن نوقف نزيف الدم في السودان بدءا، ثانيا يجب أن نتخذ مواقف وطنية مبنية على مقاسات الوطن وليس المصالح التي ترجوها الأحزاب. رابعا، أليس هو حميدتي نفسه الذي كانوا يهتفون باسمه والجنجويد رباطة وجنجويد الحل، نفس القوى السياسية التي الآن تقف ضد الجيش الوطني الذي خرج من رحمه هذا الحميدتي والدعم السريع، كيف لك أن تقف مع مكون خرج من جسمه؟ أنا لست عدو للدعم السريع، أنا مع فكرة إيقاف الحرب، مع فكرة تأسيس ودعم مؤسسة الجيش الوطني القومي، مع فكرة اندماج حميدتي وقوات الدعم السريع التي كان لها سام كبير جدا ولا ينكر واحد، وحميدتي نفسه كان له دور عظيم في حماية السودان. نحن يجب أن نتخذ مواقف وطنية معتدلة ومتوازنة، ولكن أن ننتهج سياسة التكتيكات. اليوم أنا ضد حميدتي لأنه يتعارض مع مصالحي، غدا أنا مع حميدتي لأنه يتماشى معي في مصالحي، هذا هو الذي أوصل السودان إلى هذا النفق. يعني أنا لا أشكك في مواقف الأخ هشام، أعلم أنه رجل بالعكس حركته وتنظيمه من التنظيمات التي كان لها دور أساسي في التغيير، وعمن الراحل الأستاذ علي محمود حسينان تعلم ذلك رئيس هذا التنظيم، كانت له مواقف واضحة من المشاركة العسكرية، ولكن يجب أن نكون موضوعين. الآن الشعب السوداني يقتل، الآن الأطفال يحرمون حتى من الألبان، النساء الحمى. إذن في ضوء هذا الاقتتال والاحتكام للسلاح، هل يمكن القول بأن الحلول السياسية قد فشلت؟ واسمح لي أستاذ هشام أن أسمع منك هذه الإجابة، يعني أنتم حتى في الجبهة الوطنية العريضة، هل هناك مبادرات منكم لإيقاف الاقتتال؟ أوكي، أنا بالنسبة لي لا بد أن أوضح موقف وأثبت موقف واضح. نحن عندما قامت هذه الثورة عندما أسست الجبهة الوطنية العريضة عملنا على أن يتم مثل هذه القوات الميليشيات الدعم السريع لأنه يتم حلها،
هذا امر مبدئي بالنسبه لنا. اضافه لذلك الاستاذ خالد لابد يعلم تماما بانه حتى الاتفاق الاطاري الذي يتحدث عنه هنالك بلاغ، البلاغ هذا قامت به الجبهه الوطنيه العريضه متمثله في رئيس الجبهه الوطنيه الاستاذ علي محمود حسنين في الذين قاموا بالانقلاب في 1989، ومن ضمن هذه الكيانات هو يعلم تماما اللي هو المؤتمر الشعبي والذي هو الان هو الطرف اصيل داخل الاطاري، فكيف بالله نحن نعتقد بانه حميتوه يقف في الجانب الصحيح او الجانب، لانه نحن نعلم تماما حتى اذا هو كان يقف مع الاطاري هو يقف مع النظام مع هؤلاء الاسلاميين. اضافه لذلك نحن ايضا لدينا مواقف واضحه ضد اي نظام شمولي ديكتاتوري، نحن ضد الانظمه الشموليه ديكتاتوري، وليس نحن الان هنا بصدد نتحدث الان عن الشعب السوداني. لدينا مبادرات وتحدثنا كثيرا لابد من وقف هذه الحرب، لانه ما هي المبادره الاخيره لكم لوقف هذه الحرب؟ نحن لدينا كثير من المبادرات وعلى ارض الواقع يعني اخر مبادره نريد مبادره الان. نحن عزيزي نحن اشرنا كثيرا، نحن ليس طرف لهذا الصراع، وهذا الصراع هو الذي المتضرر منه الشعب السوداني الذي يقدم مبادره بمعنى انه سوف يلقى اذان ساغيه. هؤلاء هم يعلمون جيدا انه الان هذه المعركه تدور ما بين وجهان طيب. لعمله واحده. يعني انتم تنتظروا حتى ينقشع غبار المعركه لتقرير موقفكم السياسي. ابقى معي استاذ هشام، ساعود لك بسؤال اخير. معي الكاتب والصحفي النور احمد من الخرطوم، اهلا بك سيد النور احمد. سيد النور احمد، انهيار الهدنه كيف ترون تجلياته على ارض المعركه في الخرطوم تحديدا؟ سيد احمد تسمعني؟ سيد احمد أعيد سؤالي مرة أخرى. سيد نور أحمد الكاتب والصحفي، هناك أكيد صعوبة في الاتصالات مع الخرطوم، الوضع الإنساني والطبي الذي عبرت عنه مؤسسات كثيرة منها نقابة أطباء السودان بعد انهيار الهدنة، هل هناك معلومات حول حقيقة نقص المواد الطبية؟ لا يوجد صوت من النور أحمد. على كل حال خالد، الوضع الآن نسمعك، تفضل سيد نور أحمد. لا اسمع جيدا، لا اسمع صوتك. طيب سيد نور احمد، فقط يعني نريد ان نعرف منك حقيقه الوضع الانساني، لان هناك مناشدات عديده من نقابه الاطباء السودان، من هلال الاحمر السوداني لتوفير المواد الطبيه وكذلك ايضا المواد الغذائيه. ما تاثير انهيار الهدنه على ذلك؟ نعم، الأوضاع الإنسانية سيئة في بعض أحياء الخرطوم، كما تعلم فإن ولاية الخرطوم تتألف من 7 محافظات، 3 محافظات متأثرة بصورة كبيرة جدا من هذه المواجهات العسكرية بسبب وقوعها في محيط الاشتباكات وأيضا في مرمى نيران الأطراف المتقاتلة، وبالتالي تأثرت بالأوضاع الإنسانية من الصعب التعرف المواطنين حتى لجلب الأدوية أو الخبز وإلى ذلك. أيضا المستشفيات تأثرت بانقطاع الكهرباء والمياه وعدم استطاعة الكوادر الطبية أن تصل إلى مطار عمليا ونقص المطارات الطبية، لأن هناك ضغط كبير على المستشفيات، وبالتالي تأثر القطاع الطبي بصورة كبيرة مما ضاعف معاناة المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول الى المستشفيات، وهذا يتطلب من وزارة الصحة بأنها تستعين بالمتطوعين وتستعين بالمراكز الصحية المنتشرة وسط الأحياء، لأن طيب هل يمكن تحديد الجهات داخل الخرطوم التي تتسبب باستمرار القتال و تعريض المدنيين للخطر؟ عن ولاية الخرطوم التي فيها 8 مليون مواطن. ولا تحدث عن الولايات، الولايات أفضل حالا. معظم الولايات لم تتأثر بالحرب عدا ولايتين تأثرتا، ولكن بقية الولايات لم تتأثر كثيرا بالحرب. شكرا جزيلا لك سيد نور أحمد الكاتب والصحفي، ونعتذر لرداءة الصوت من المصدر. سيد هشام أبو ريدة، ختاما، إلى أي مدى يمكن للأطراف الخارجية أن تتدخل من أجل إنهاء هذا الصراع؟
الأطراف الخارجية اللي هو تحدث عن المجتمع الدولي، هذا المجتمع الدولي منذ 89 لم يقدم شيء للشعب السوداني. الآن المجتمع الدولي بيرسل طائرات لإجدار عيهم، هذه الخطوات اللي هم الآن يقدمونها للشعب السوداني. الشعب السوداني محتاج لوقفة حقيقية، هنالك انهيار تام داخل الدولة، هنالك حالات كارثية للشعب السوداني، لا يوجد غذاء، لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء. الشعب السوداني محتاج لخطوات حقيقية لوقف هذه الحروب العبثية التي لا ناقة للشعب السوداني بها ولا جمل. هذا صراع ما بين منظومة واحدة هم تمثل كيان واحد في مرحلة لاحقة اختلفوا، هذا لا يعني الشعب السوداني. شكرا. هؤلاء الاثنين الذين الآن يقومون بهذا العراق هم الاثنين من قاموا بقتل الشعب السوداني في 29 رمضان في 2019. شكرا لك سيد هشام أبو ريدة القيادي في الجبهة الوطنية العريضة. خالد، المجتمع الدولي الآن تنادى لإخراج الرعايا الأجانب، كل دولة تحاول إخراج رعاياها، هل يشير ذلك إلى فشل كل هذه الأطراف في التوصل إلى وقف إطلاق النار على الأقل ثابت؟ بالتأكيد فشل، وفشل مريع ويؤسف له، وبل يعني يصيب الإنسان بنوع من الحسرة أن المجتمع السوداني سلم أمره لمجموعات من الدخلاء في السفارات وفي المؤسسات والبعثات الدبلوماسية والآليات المختلفة بالمسميات المختلفة. والمأساة الأكبر والمؤلمة أن كل المعنيين الآن حزموا حقائبهم لمغادرة السودان أول من طلقت أول طلقة، كانوا يتحركون في المساحة السودانية بالطول والعرض، كانوا يتحدثون وكأنما السودان ملك لهم، وما أن جاءت ساعة الحقيقة والمعاناة والدخاخين والقنابل والمتفجرات والحرب وزخات الرصاص هربوا من السودان. هذه رسالة، تقديرك خالد، هذه لماذا رسالة يعني؟ عميقة جدا للشعب السوداني الذي اختار نخب أتاحت الساحة وفتحت الباب على مصراعيه. من يتحمل؟ أنت شاهدت الصور، يعني المعارك قرب المطار، والمطار يعني فقط لو أمنوا المطار سيكون ذلك بوابة إنسانية، لن نتحدث عن إجلاء الرعاية ولكن أيضا عن إدخال المواد الطبية والمواد الغذائية. وبالتالي الرسالة المطلوبة أن يعي الشعب أنه هذا درس عظيم وسيستفيد منه بإذن الله تعالى. لكن القضية التي ذكرها ضيفك بخصوص المجتمع الدولي والحصار الذي فرضوا على السودان منذ 89، نحن لدينا مثل: عدوك إن كرهته فخاف الله فيه، تخاف الله فيه. فنحن أنت تعلم نحن جلسنا في هذا الاستوديو من سنين للخلف نتحدث عن الإنقاذ ونعارض في هذا الإنقاذ، ولكن بأمانة ونكون موضوعين، هؤلاء الذين جاءوا في الأربع سنوات فتحوا الباب بصورة أوسع ولا تقارن مع الإنقاذ نفسها، والسيادة الوطنية امتهنت، وهذا هو الذي وصلنا لهذا الصراع. وبالتالي فكرة أن الحديث حول حلول خارجية لم يعد له مساحة في السودان. المفروض أن يفهم الناس أن هذه المعركة يجب أن تتوقف الآن، أن يجب وقف إطلاق النار، أن تؤمن المطارات لكي تأتي اللعانات الخارجية المطلوبة من الدول الصديقة والشقيقة. أي دولة تخرج من رحم حرب كالتي تجري في الخرطوم تحتاج إلى مساعدات، ولكن بكل أمانة وبكل أسف أن قوات الدعم السريع تسيطر على شق من المطارات وانعدمت الاتصالات بينها وبين قيادتها، فما الضامن أن تتعرض أي طائرة تهبط في مطار الخرطوم لصاروخ متفلت من أحد المتفلتين. هذه القضية تحتاج إلى حسم عسكري أو اتفاق سلام أو اتفاق وقف في إطلاق نار جاد بين قيادات الجهتين وليس جهة واحدة. شكرا جزيلا لك الكاتب والإعلامي السوداني خالد العيسر.